Quiero agradecer en primer lugar al ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السيد بدر عبد العاطي. شكرا انا شكرا على كرم الضيافة، ولقد التقينا في مدريد للتحدث عن حل الدولتين، وشكرا انني اتواجد للمرة الثانية هنا في مصر، وتحدثنا في المشاورات مطولة واجتمعنا حيث نوضح العلاقات الطيبة التي تجمع ما بين مصر واسبانيا، علاقات قوية واكثر قوة من ذي قبل، وهي في مرحلة تاريخية هامة فيما يتعلق بالصداقة، أو في لحظة حاسمة وهامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لإسبانيا، مصر صديق، هي دولة حليف في البحر المتوسط، ونعترف بالدور الهام التي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا. تحدثنا عن كل ذلك، ودائما أبدا نشكر الفرص التي تتاح لنا، التي تسمح لنا أن نتعاون مع وزير الخارجية المصري ونتعاون ونتحدث عن الوضع الحالي، وسوف نلتقي في اجتماع قريب في برشلونة من أجل المتوسط، وهي سوف تكون فرصة جديدة للحوار، لنعيد التفكير في السلام، التفاوض والتفكير في الوضع في الشرق الأوسط أمام من هناك من يفضلون الحرب ولا يرغبون في التفاوض معنا في مائدة التفاوضات. على المستوى السياسي، مصر وأسبانيا كما أدركنا نحن لدينا رؤية مشتركة، العمل معا من أجل السلام، العمل معا من خلال العمل في نقاط محددة. منذ الآن، منذ 7 أكتوبر من 2023، عملنا معا مصر وإسبانيا ومع عناصر فعالة أخرى من أجل وقف هذا التصعيد للعنف، من أجل الوصول لوقف إطلاق النار في غزة، واليوم نطالب به مجددا حتى نسمح بإطلاق سراح كل الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الجسيمة والهامة التي هم في أمس الحاجة إليها من أجل الوصول للمدنيين في غزة. كذلك نعمل نعاني من أزمة لا مثيل لها على مستوى التاريخ، فبالتالي يجب إيقاف العنف. إسبانيا تعمل مع مصر، ونعترف بالدور الهام التي تقوم به مصر في الدور الوسيط التي تقوم به مصر، ونشكر سيادتكم على هذا الدور الهام من أجل تعزيز والوصول لاتفاق ما بين البحر المتوسط وما بين الدول العربية، من أجل وضع حد لهذا الصراع، ومن أجل البدء في مرحلة الاستقرار من أجل الوصول للحلول السياسية التي نعرف جيدا ما هي، هو الحل الذي الحل اعتراف الدولتين، ولذلك إسبانيا وضعت فوق، يجب علينا أن نفرض وضع الدولتين يجب أن تكون دول قابلة للحياة والأمان. إسبانيا وبالطبع واليوم نتقاسم مع مصر، لن نتلازم أبدا عن تطبيق حل الدولتين، وكذلك نعمل مع دعم مصر وأعضاء الشراكة الإسلامية من أجل أن نتقدم. نؤيد كل المبادرات الطيبة التي تقوم بها مصر من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل الدفاع عن الاستقرار في المنطقة، وهذا ما تعمل من أجله إسبانيا أيضا. وكذلك ندافع عن القدرة التواصل وفريق الاتصال التابع للدول العربية، ونشكر سيادتكم قدرتكم على التواصل والحوار مع كل العناصر الفعالة الفلسطينية وما إلى ذلك. مصر وإسبانيا نعمل من أجل الدفاع ومساعدة الشعب الفلسطيني، وهذا ينعكس على منذ يونيو 14 أطفال فلسطينيين سافروا إلى إسبانيا من أجل الحصول على العلاج الطبي في إسبانيا. كذلك أرسلنا 4 طن من المساعدات الطبية إلى مصر من أجل نساعد مصر في هذه المسيرة الإنسانية. اليوم العمل الذي نقوم به، وكما قلنا ذلك من قبل، يمتد إلى المساندة لأونروا، هي وكالة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، من أجل مقاومة هذه الأزمة ومن أجل هذه 6 مليون من الفلسطينيين الذين موجودين في العديد من دول المنطقة. إسبانيا منذ 7 أكتوبر قدمت
43 ألف مليون يورو لأونروا، وبالطبع نحافظ على الدعم السياسي من المستوى الأول في هذه الظروف التي تعاني بها الوكالة الأممية، تعاني من جهات متعددة. اليوم نؤكد مجددا، وكما قلنا ذلك أثناء الحوار، نؤكد على الالتزام مع لبنان، وأؤكد لسيادتكم أنها دولة ذات سيادة في الولايات المتحدة، في الأمم المتحدة عفوا، وبالتالي نطالب وقف العنف ونطالب بتطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار، ووقف أي هجوم ضد الحقوق الوطني، ضد حقوق الفنور وضد حقوق اللبنانيين، وبالتالي ندين بشدة هذا إنه هجوم ضد الأمم المتحدة مباشرة، وهو هجوم ضد حقوق الإنسان. وبالتالي أؤكد مجددا أن هذا هو قرار من الأمم المتحدة. نحن مع لبنان وغزة أيضا التزمنا أيضا على تعزيز المساعدات من أجل أن لا تنتقل هذه الحرب إلى مشاهد وسيناريوهات أخرى في الشرق الأوسط. كما قال صديقي العزيز وزير الخارجية المصري، نقلت إليه النقاط الاستراتيجية من أجل أفريقيا، إسبانيا أفريقيا التي قمنا بتطويرها، وبها مصر تلعب دورا رئيسيا بسبب الدور الهام الذي تقوم به في منطقة في أفريقيا. كذلك حبيت أن أعرف رؤية مصر في المنطقة على دول الجوار، وكذلك الموقف في الدول مثل السودان التي تؤثر لها، ونعترف بالدور الهام التي تقوم به مصر والضغط الذي يقع على مصر فيما يتعلق باللاجئين، وإن وأوروبا ملتزمة بأنها تساعد مصر حتى تتمكن من أن تستمر في مسيرتها. كذلك فيما يتعلق الحديث عن أفريقيا يعزز من علاقتنا ويعزز من علاقتنا على مستوى القارة الأفريقية. كذلك قمنا بمراجعة العلاقة الثنائية، ونقلت إلى سيادته دعم الدولة الإسبانية والمساعدات الماكرو اقتصادية وفي إطار هذه الثقة نرى أن الأرقام، عدد الشركات الإسبانية في تزايد، تحدث الآن عن حوالي 40 شركة يعملون هنا في مصر، وبالتالي يطورون جزء هام من النشاط الذي يكونون به في مصر، وبالتالي هناك فرص للعمل جيدة سواء في مجال النقل والمواصلات، ولديهم دعم من الحكومة الإسبانية، وكذلك يساعدون على تطوير البنية التحتية الإسبانية. على سبيل المثال لدينا الأعمال تطوير خط 12-2 في مترو أسبانيا فيما يتعلق بالشركة كاف، وكذلك الحصول على 7 قطارات من تالجو شركة كالتو، والتي سوف تكون مسؤولة عن صيانة هذه القطارات على مدار 15 سنة القادمة. هذه العمليات الكبيرة فيما يتعلق بالقطاع النقل ما هي إلا انعكاس لما نقوم به. نتحدث عن 700 مليون يورو معظمها من الحكومة، وكذلك هناك مساعدات تقدم من أجل تطوير هذه الشركات. التعاون أيضا بالإضافة للمستوى الاقتصادي والتجاري أيضا يشمل التعاون من أجل التنمية، وبالتالي مصر بالنسبة لإسبانيا هي دولة ذات أهمية في الخطة العمل 2024 الإسبانية، وهذا ينعكس بدوره على التعاون الدائم في مشاريع ذات أهمية بالتعاون من أجل التنمية، والتي تدافع عنها الأيسيد وكالة التعاون الإسبانية. هم 29 مشروع مثل المشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، التغير المناخي، حماية وتطوير المياه وتنقية وتحليل المياه. كذلك هناك مشاريع أخرى مثل هامة ذات أهمية، لأن أعترف بأهمية المياه بالنسبة لما هي مسألة حياة، وبالتالي علينا أن ندافع عن هذا القطاع. هو قطاع عمره على مدار
عشر سنوات السابقة هو قطاع ذات أهمية بالنسبة لإسبانيا، ولكن بسبب حيوية المياه حاليا بالنسبة لمصر سوف نضاعف المساعدات في هذا المجال. كذلك سوف فيما بعد مع وزيرة التضامن ومع وزير الخارجية سوف نقوم بافتتاح مشروع السيدات الرائدات المصريات للأيتام، والذي نقوم بتدعيم مع مساعدة وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية المصرية نقوم بتقديم كل الدعم لها. وأخيرا وليس آخرا، كذلك تحدثنا عن أهم كيف تقوم أسبانيا سوف تستمر داخل الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات الاستراتيجية ما بين أوروبا ومصر، وسوف كذلك نقدم من أوروبا نقدم كل المساعدات في كل التصريحات الاقتصادية في هذا المجال. وبالتالي لأن مصر بالنسبة لإسبانيا هو شريك، هو صديق من الدرجة الأولى. تحدثنا كذلك عن أن مستوى العلاقات، تطوير هذه العلاقات ورفع هذا المستوى، هو صديق وحليف من أجل السلام ومن أجل الاستقرار في المنطقة. هي دولة صديقة التي نرغب في أن تزداد العلاقات الوثيقة التي بالفعل تربط ما بيننا على كافة الأصعدة. ونأمل أن نلتقي قريبا في مدريد والرئيس عبد الفتاح السيسي.